مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال ضرورة الشمس بالنسبة للأرانب حديثي الولادة. كما كتشوفوا معايا راني خرجت هاد يعني الأرانب، كما كتشوفوا راه العدد هادشي راه 4 ديال النتوات اللي راهم والدينا هادشي تبارك الله. إذا شحال واحد غادي يقول لك لا ما في هاد الفتره هذه كيفاش غنتعامل معاهم، كيفاش واش نخرجهم، كيفاش واش ما نخرجهمش. الجواب هو ان الاكتظاظ ديال الارانب كيخليهم انهم كيتعلموا كيزعموا. الا خليتيهم غير في الولادات كنوا متاكدين انهم ما غاديش غادي يبقاو غير ساقرين، وغتكون التربيه ديالهم يعني هما يوليو خايفين. والارانب اللي كيكونوا خايفين سمو كيوقع لهم كيوقع لهم انهم كيوليو ما كياكلوش مزيان، يعني ماشي هما هما كينوضوا ويتعلموا دغيا ويكبروا دغيا، لا كيوليو غير بحال نقولوا شي واحد ما جايرش. حنا كنقولوا ما جايرش، الا ما جايرش كيولي عندك واحد الارنب خامول ما قادرش. دابا هما هنايا كيتخافوا على الماكله، هذاك الاكتظاظ مزيان لهم مزيان يعني. اضافه الى الماء، هانتوما كما كتشوفوا ديروا طويسات صغيورين ماشي طويسات كبار، لان ممكن انهم يغرقوا تمايا وما يقدروش يخرجوا. ها هي طويسه صغيره، وهاد الطويسه كبيره اللي درت فيها الخشبه كما كتشوفوا معايا باش تحوزهم ما يمشوش يغطسوا. بالاضافه الى الشمس، الشمس راه هي اللب ديال 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 التربيه ديال الارانب. يعني ضروري انكم مره تخرجوهم، ولكن ماشي اشعه الشمس الشمس مباشره. لاحظوا انني هنايا هانتوما راني حال عليهم واحد شويه هنايا هكا، ولكن غير شويه واحد قسمين ولا ونحي ويعني نغطي عليهم. عاوتاني المره اخرى عاوتاني نحل عليهم شويه ونغطي عليهم. هانتوما كما كتشوفوا راه كياكل الفصا عادي، هذا راه عمر 20 يوم. شحال من واحد غادي يقول لي لا ما يمكنش، ولكن عمر 20 يوم انا كنعطيهم ياكلوا الفصا اليابسه. ويعني بالتجربه هانتوما هذا الاكتظاظ هذا راه مزيان لهم، هكا راه مزيان لهم. معليش واخا تشوفوهم هكا راهم مزيان لهم. هانتوما هكا دابا كي يتنافسوا على شكون غادي ياكل مزيان مزيان. بالاضافه الى موضوع اخر، وهو منين تخرجوهم يعني للبلايص ديالهم، حاولوا انكم تنقيوهم. انا دابا داك اللواط ولا النجاره ولا اي واحد داير شي حاجه يعني باش يعني تدفيهم، حاولوا انكم تبدلوا هذاك الفرشه، ما تخليهمش داك الفزق ديالهم يبقى عزكم الله وفضل، لان في هذه الوقيته هذه راه كيبداو يفزقوا. الا بداو كيفزقوا وخليتيهم تمايا غير مكمكمين تمايا، واحد النهار الله يحفظ الله يسر كيخرجوا بالجرم. هذه راه معروفه هذه. اذا الطريقه باش نظفوا يعني البلايص ديالهم انا غادي نوريكم كيفاش. اذا بخاخ عادي، هذا راه ماشي هاد العلامه التجاريه، هذا راه غير قرعه خاويه يعني تسالينا منها، هذه ديال البرودوي ديال البوطه تسالينا منه. كتغسلوا بالماء والقهوه، قهوه وجافيل، يعني القهوه انها كتحيد هذوك الروائح اللي كيكونوا في ديال اي قرعه بغيتوا تغسلوها، ديروا فيها التخ ديال القهوه ومخدوها مزيان، راه ما كيبقاش فيها هذاك يعني التاثير ديال داك المحلول. درت فيها الخل، يعني معلقه ديال الخل وعمرتها بالماء، ودرت فيها معلقه ديال ارشي. كتخلط المحلول جيدا وصافي، وكتقطرش بها المكان ديالهم. هانتوما كما كتشوف بهذه الطريقه كلهم يعني كاع يعني الماري، انا راني مرقمهم هنايا، هي 4 3. المهم شحال من واحد غادي يقول لي هذا التقييم يعني اسمه هو، يعني علاش مرقمهم؟ انا غادي نوريكم علاش مرقمهم، هانتوما تبعوا معايا. اذا مرقمهم لان ما يمكنش ان منين تخلط الصغار غادي تعقل عليهم، يعني ما يمكنش في الحقيقه، لان كيكونوا عمر واحد ما يمكنش انني دابا نفرز بيناتهم. ولكن انا هنايا راني مقيد ورقه وداير الام رقم واحد راه عندها هاد يعني لي بابيون، هاد لي بابيون كلهم راه ديال الام وحده. هانتوما يعني جاتني ساهله هاد الشانشيلا و
البنيه يعني القهويه والسوداء هما جوج راني دايرهم عاوتاني ديال ام وحده يعني نقيدهم في ورقه عادي ماشي مشكل باش منين تجيو تردوا عاوت هنايا راني مقيد هذا البابيون الاصفر والمزركش والابيض وجوج السوداء مقيدهم ديال الام رقم ثلاثه والباقيه ديال الام رقم اربعه باش منين نجيو نردوهم ماشي نردوهم مخلطين ماشي نردوهم مخلطين لان الام الا مشات تعرفت الصغار ديالها مبدين عليها ممكن انها ما تردعهمش ممكن انها تعيق بهم يعني حاله نادره ماشي واخا هي واخا تبدل الصغار ما كيوقع والو ولكن من الاحسن كل حاجه ردوها بلاصتها باش نعرفوا حتى العمر ديالهم يعني اي واحد العمر ديالو عاوتاني الام الا كانت باغات تولد مره اخرى نعرفوا التاريخ ديالها وفوقاش غادي نفطموهم ماشي نخلطوا داك الشيء ونبقاو غير كنخربقوا كنرونوا لا اي حاجه عندها الضوابط رقوا السيلو هذوك رقموهم رقم واحد اثنان ثلاثه اربعه ولا عندكم قاطع بزاف رقموا داك الشيء كل حاجه حطوها ببلاصتها صافي سهله منين العشيه مثلا لان الطريقه هذه بقاو ديروهم من العشيه للعشيه تردوهم للامهات ديالهم لان الحليب اولا ضروري بالنسبه للحليب وثانيا يعني كتولفوهم انكم واحد النهار غادي تفطموهم يعني هذه الطريقه انا كنستعملها راني فايت درتها في الفيديوهات ديالي ان كتعود هاد الصغار انهم واحد النهار غادي تفطموا ماشي ديما تكون شادهم مع الام ديالهم واحد النهار تقول صافي انا غادي نفطمهم هذيك كيسميوها صدمه الفطام راه كاين اللي كيتصابوا بصدمه الفطام صدمه الفطام فيها انهم كتبعدهم على الحليب على الام ديالهم كيخافوا كيوليو خايفين ثاني حاجه كيديروا الاكل كاين اللي ما كيعرفش كيبقى يعطيهم الخبز كارم حتى كيدكهم بالتالي كيبقاو يموتوا له اذا طريقه بسيطه وسهله يعني حاولوا انكم تتبعوا هذه الخطوات وان شاء الله الا درتوهم راها ان شاء الله شعارنا ديما كنقولوه في القناه ديالنا هو الخير جاي لقدام اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غدا بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم ساندونا بزر جام وما تنساوناش يعني بهاد اللايكات ديالكم هما اللي كيدعموا القناه وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.